السلام عليكم. تعرضت مذيعة تونسية لواكة صحية مفاجئة على الهواء مباشرة خلال تقديمها نشرة الأخبار على القناة الوطنية للبلاد بعد أن انتابتها نوبة من السعال، وظهرت المذيعة التونسية دلالة القسم وهي في نوبة سعال خلال تقديمها نشرة الأخبار بتونس. ووفقا لمصادر تونسية محلية، فإن القسم بررت الحالة التي ظهرت بها بأنها بقايا مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا، وقالت إنها ما زالت تعاني من الكحة والسعال حتى بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما ظهر عليها خلال أول أيام عمل لها بعد التعافي.